بمناسبة احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، نظم قسم المواهب بالإدارة الثقافية بمديرية ثقافة سوهاج احتفالية لتكريم المحاربين القدامى الذين شهدوا حرب أكتوبر بقاعة الوحدة المحلية لمجلس مدينة سوهاج. نتابع تقرير الزميل محمود القاضي. مع مرور الأيام تتجدد ذكرى الانتصار العظيم لحرب أكتوبر المجيدة، وكعادتها كل عام تحتفي وزارة الثقافة بهذه الذكرى وتكريم من بقي من أبطالها والاحتفال مع أسر الشهداء وذويهم. وهذا العام نظم قسم المواهب بالإدارة الثقافية بمحافظة سوهاج احتفالا لتكريم المحاربين القدامى الذين شهدوا حرب أكتوبر وما زالوا على قيد الحياة، حيث شهد الكاتب محمد نبيل وكيل وزارة الثقافة ورئيس إقليم وسط الصعيد والسيد جلال أبو الدهب مدير فرع قصر ثقافة سوهاج والمستشار العسكري وعدد من رجال الدين والقيادات التنفيذية والشعبية وقائع هذا الحفل. استعرض الحفل عدد من المعلومات الموثقة عن الحرب وعرض عن دور الجيش المصري عبر العصور. أهنئ كل مصري بمناسبة مرور 50 عام على انتصارنا، انتصار أكتوبر المجيد. قررت وزارة الثقافة تحت رعاية محافظ سوهاج وإقليم وسط الصعيد الثقافي بتكريم أولئك الأبطال الذين قاموا وشاركوا في حرب أكتوبر. الذين شاركوا في حرب أكتوبر من محافظة سوهاج عددهم 51 من القدماء، حضر 20، ويتم تكريمهم اعترافا منا بقيمة هؤلاء الذين سطروا التاريخ المصري الحديث بكل عظمة وكبرياء. ما زلنا في كل يوم نفخر بهذه البطولات الفردية والجماعية، وأقول إن أمة لا تحترم وتقدر وتباهي بقواتها المسلحة لا تستحق أن تعيش. لماذا؟ لأن القوات المسلحة بدءا من القيادة إلى الجندي كلهم مصريون. لو تم تحليل دماء كل جندي من هؤلاء ستكون فصيلة الدم ميم صاد راء. المقاتل أحمد محمد محمود من محافظة سوهاج، أنا أتشرفت اليوم بحضور السادة اللي احتفلوا بينا المستشار العسكري. احنا في حرب أكتوبر دي من أول الشرارة وإحنا فيها، أول ما قلنا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر، ربط الله على قلوبنا الله أكبر، عدينا القناة الله أكبر، كسرنا شوكة العدو، والله كسرة لا ينساه في حياته الله أكبر، كل أسلحة إسرائيل اتدمرت الله أكبر، كل الدول تلمت علينا ما رضيت ترجع شبر واحد جند واحد إلى الخلف. والله يا أخواننا المقاتل المصري، يا شعب مصر يا شعب مصر، المقاتل المصري ثقوا فيه ثقوا فيه، مقاتل ويحمي أرضه ويحمي عرضه ويحمي كل شيء. المقاتل نور الدين متولي مهران، هذا المقاتل لما دخلت الجيش فبصيت لقيت نفسي في المركبات في الجيش الثاني الميداني، كنا في المنصورة وتنقلنا من المنصورة، جاتنا الأوامر على أن الكتيبة كلها تنزل وتمشي بدقيقة لأن كان في مناورات عليها، فروحنا تنقلنا على طوخ الألموس فقعدنا فيها 24 ساعة، فجتنا دانا من فوق قلبت الدنيا علينا، فجتنا الأوامر على التل الكبير، فما وصلنا على التل الكبير قعدنا متركزين هناك، بقينا إيه امداد مع شركه مع كتيبه المشاه لامداد الجيش الاول. مقاتل خلف عبد الحليم عبد الله قوات جويه، قوات جويه، احنا جينا من معركه التحرير الى معركه التعمير، كان السواج مهمشه ما فيهاش عماله خالص ولا وظائف ولا عمل، ما زالنا العمل في مديريه الشباب والرياضه كانت الحاله تعبانه خالص، النهارده منتجعات سياحية وملاعب مفتوحة والدنيا هايصة وغيصة، وده حاجة تشرفنا يعني.